مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج من القاهره الذي يبدا الان على شاشه النيل الاخبار ويستمر حتى قبل منتصف الليل بدقائق قليله. مساء الخير يا ايمان. مساء الخير يا شادي، اهلا بكم مشاهدينا. النهارده هنناقش مع حضراتكم القضايا الخلافيه واللي كانت داخل مجلس النواب اثناء التصويت على مواد اللائحه الداخليه، تحديدا الماده 97 المتعلقة بتشكيل الائتلافات. الموضوع تخطى مسألة الجدل خصوصا بعد تهديد 130 نائب بالانسحاب من المجلس بعد إقرار هذه المادة، فدفع رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال للاجتماع بممثلين عن النواب المنسحبين لمناقشة الأمر. هناقش الموضوع من الجانب المؤيد ووجهة نظري في التأييد وأيضا الجانب المعارض، وهيكون معنا في هذا الحوار الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس النواب وهو أيضا من ائتلاف دعم مصر، وهيكون معنا أيضا زميلنا الإعلامي جلال عوارة عضو مجلس النواب. مجموعة من أخبار اليوم نبدأ بها هذه الحلقة. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عدد من اللقاءات والحوارات مع مختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة في كوريا الجنوبية، وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه للتعرف على التجربة الكورية والاستفادة منها في تحقيق أهداف استراتيجية مصر للتنمية الشاملة رؤية مصر 2030، لاسيما فيما يتعلق بقطاع الشباب وأهمية تنمية مهاراتهم وإعدادهم للقيادة وتوفير الفرص اللازمة لهم للعمل. أشار أيضا الرئيس إلى أنه زيارته إلى كوريا الجنوبية حتشهد التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الكثير من المجالات. في ختام لقاءاته الإعلامية وجه الرئيس دعوة للشركات الكورية للعمل والاستثمار في مصر، ودعوة أخرى للسائح الكوري لزيارة مصر بسلام وأمان. معنا على الهاتف السفير رضا الطيفي سفير مصر الأسبق في كوريا الجنوبية. مساء الخير سعادة السفير. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اذا هي زياره هامه جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي الى كوريا الجنوبيه، بالتاكيد هناك الكثير مما يمكن ان يكون مشتركا بين البلدين، وحضرتك كنت سافرنا هناك، تكلمنا عن اهم المزايا اللي بتتمتع بها كوريا الجنوبيه وازاي ممكن ان نستفيد بهذه المزايا اقتصاديا في مصر. تمام، طبعا هي دي الزياره الرئاسيه المصريه الثانيه لكوريا الجنوبيه بعد الزياره الاولى اللي كانت في سنه 99. وانا شايفها زياره مهمه جدا لاعتبارات كثيره قوي، اهميه كوريا الجنوبيه اللي هي ممكن انها تمثل شريك اقتصادي وتجاري هام لمصر في منطقه شمال شرق اسيا. خاصه ان هذه الزياره ايضا تتزامن مع عرض السيد الرئيس لرؤية مصر 2030، واللي كوريا بالمناسبة كانت أعلنت خطة مماثلة سنة 2008 شملت تطوير كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في كوريا الجنوبية، وتصوري ممكن جدا الاستفادة من رؤيتهم ل 2030. القمة طبعا أو كوريا الجنوبية بشكل عام ما نريد منها، احنا طبعا في بداية العلاقات كان المستهدف الوصول لمليار دولار تجارة بينية، وده تخطينا الرقم ده وصلنا ل 2.4 مليار دولار، ولكن طبعا الميزان التجاري بيميل لصالح كوريا الجنوبية، ولابد أن نعمل من أجل تنمية الصادرات المصرية لكوريا لضبط إيقاع الميزان التجاري بين البلدين. مليار دولار استثمارات كوريا في مصر، للأسف ما حققناش هذا الهدف. وأنا شايف أنه دعوة السيد الرئيس للمستثمرين الكوريين للاستثمار في مصر دي دعوة مهمة. الكوريا الجنوبية لديها استثمارات خارجية تفوق 120 مليار دولار، فطبعا مش كتير أبدا على مصر أنها تحصل على عشرات من المليارات من هذه الدولارات في مشروعات هامة جدا زي مشروع تطوير محور قناة السويس على سبيل المثال. كان برضو مطلوب من كوريا أو مستهدف من كوريا مع بدء العلاقات مليون سائح كوري لمصر. للأسف الرقم ده احنا كنا وصلنا سنة 2009 إلى حوالي 75 ألف سائح كوري لمصر، تراجع هذا العدد كثيرا، وأرجو أنه يكون هناك اهتمام خلال هذه الزيارة في دعوة الكوريين
لإعادة استئناف التدفق السياحي لمصر. مصر بالنسبة لهم وجهة سياحية مهمة أثريا ودينيا، وأرى في هذا الصدد ضرورة افتتاح أو إعادة افتتاح المكتب السياحي المصري في كوريا الجنوبية. أيوة. مهم جدا أن نناشد الكوريين بأن تقوم شركة الطيران الكورية باستئناف رحلاتها المتوقفة لمصر، لأن دي كانت الناقل الأساسي للسياحة الكورية لمصر. يا ريت في المجال السياحة أيضا نطلب استثمارات سياحية أو استثمارات كورية في المجال السياحي في مصر، لأن دي بتكون ضمان لاستمرارية تدفق السياحة الكورية لمصر. طبعا كوريا متفوقة جدا في مجال التعليم والتعليم التكنولوجي بصفة خاصة، ويعني برضو من خطة أو رؤيتهم 2030 الاهتمام بعلوم التكنولوجيا، وأسسوا مجلس قومي للعلوم والتكنولوجيا برئاسة رئيس الجمهورية. أيوة. وبيركز على 3 أفرع للتكنولوجيا: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تكنولوجيا الفضاء، التكنولوجيا الحيوية، والهندسة الوراثية. ولعل من أهم نتائج الزيارة في هذا المجال هو موافقة الجانب الكوري على إنشاء كلية للعلوم التكنولوجيا في مصر. طيب حضرتك ذكرت أنه كان هناك أيضا لكوريا الجنوبية مشروع يشبه مشروع رؤية مصر 2030. طيب يعني حضرتك إزاي شفت أنه هذا المشروع نجح؟ يعني الكوريين كان إيه الحافز لهم أن هم يوصلوا لهذه الرؤية؟ يعني هل كان التعليم؟ هل كان إيه بالضبط يعني؟ طبعا هو التعليم، التطوير في كوريا لا يتوقف، والبحث العلمي لا يتوقف، وكوريا الجنوبية حكومة وشعب دايما ينظر للمستقبل وينظر للتجديد وينظر للابتكار. يعني مثلا كان عندهم مشكلة في الطاقة. أيوه. طب هنعمل إيه في مشكلة الطاقة مع 2030؟ هو عنده في 2008 كان عنده 20 مفاعل نووي، كانوا بيحققوا له 36% من استخدامات او احتياجات كوريا الجنوبية من الطاقة. وضع خطة بموجب 2030 برفع عدد المفاعلات النووية ل 29 مفاعل عشان ينتج له 55% من احتياج الكوري من الطاقة في هذا التاريخ. حاليا دلوقتي عندهم 24 مفاعل، يعني عملوا 4 من 2008، بيغطوا حاليا 40% من الاحتياجات الكورية من الطاقة الكهربائية. الجزء الثاني في خطة الطاقة العمل على زيادة انتاج وبالتالي استعمال الطاقة الجديدة والمتجددة من 2.4% الى 11% ب 2030. يعني هيزود الطاقة الشمسية 44 ضعف، طاقة الرياح 37، الطاقة الحيوية 19 ضعف. البند الثالث في خطة الطاقة العمل على الحصول على المزيد من حقوق الاكتشافات والاستغلال المشترك لعدد من آبار النفط على مستوى العالم. تمام؟ جميل. إذن المسألة بتهدف في النهاية إلى تطوير كافة مناحي الحياة في كوريا الجنوبية. أعتقد في نقطة كمان هامة جدا سعادة السفير، يعني فكرة أنه يكون لكوريا، طبعا يعني احنا عارفين قد إيه كوريا بقت متقدمة دلوقتي، لكن يعني لما عملت رؤيتها الشبيهة المفروض لرؤية مصر 2030 برضو كانت بتعاني من مشاكل يمكن سياسية أمنية على حدودها كوريا الشمالية اللي بتهددها دائما بتجارب نووية، اختبار صواريخ باليستية، كل ده ما منعهاش ان هي تمضي في تقدمها العلمي والتكنولوجي والتعليمي وكل ده. اعتقد ده كمان يكون حافز لينا مع كل الاخطار اللي بتحيط بمصر من حدودها ايضا، انه هي تكمل ايضا في هذه الرؤية في نفس الوقت اللي بتتصدى فيه لكل المخاطر الموجودة على حدودها. يعني الموقف متشابه يعني. تمام جدا. ويمكن هناك المخاطر كانت اكتر بكتير. يعني كوريا الشمالية عملت 4 تجارب نووية من 2006 2009 2013، اخر التجارب كانت في يناير 2016،
ويمكن لسه سامعين من دقائق انه مجلس الامن اخذ قرار بتشديد العقوبات على كوريا الشماليه نتيجه لكده. وتصوري ان الموضوع ده سيكون احد نقاط الحديث بين الرئيس السيسي والرئيسة بارك كون هي. وطبعا معروف ان احنا لنا علاقات تقليديه مع كوريا الشماليه. يقينا انا اتوقع انه يعني طبعا حتطالب او تناشد الرئيس الكوري الرئيس المصري بحكم علاقتنا التقليديه بكوريا الشماليه انه يقوم بدور للتهدئه بين الجانبين. يعني لا استبعد انه الكلام ده يثار خلال القمه بين اللي ان شاء الله هتكون بكره ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله السفير رضا الطيفي سفير مصر الاسبق بكوريا الجنوبيه. من الأحداث المهمة داخل أروقة مجلس النواب النهاردة التصويت على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، وبالفعل قام بالتصويت على إسقاط عضوياته 465 نائبا. طبعا جاءت واقعة إسقاط العضوية على خلفية لقاء توفيق عكاشة بسفير إسرائيل، توفرت بهذا التصويت بهذا العدد أغلبية الثلثين المتطلبة لإسقاط العضوية، وبكده تم إعلان خلو مكان النائب توفيق عكاشة في الدائرة الرابعة ومقرها مركزي طلخة ونبرو بالدقهلية. معنا عبر الهاتف الأستاذ سليمان وهدان وكيل مجلس النواب. مساء الخير يا فندم. طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال، هنعود الاتصال بوكيل مجلس النواب السيد سليمان وهدان للتعرف على هذه الواقعة عملية إسقاط العضوية وأصدائها في مجلس النواب. شاهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي النقل والتموين في مجال نقل السلع الغذائية بحضور الدكتور خالد حنفي وزير التموين والدكتور سعد الجيوشي وزير النقل. يهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون الفعال بين الوزارتين لاستغلال الطاقات المتاحة في النقل النهري والنقل بالسكك الحديدية لتخفيض تكلفة السلع الغذائية وتحسين اقتصاديات السكك الحديدية وتخفيف ازدحام الطرق. كما يسهم البروتوكول في إعادة توزيع الحمولات بين وسائل النقل لتقليل استهلاك الوقود والأثار السلبية على البيئة، بالإضافة إلى توفير السلع التموينية والغذائية للمواطنين. وصل دكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعاته الدورية مع نواب البرلمان لبحث مشكلات دوائرهم وتلبية مطالب المواطنين. أعرب الوزير عن قناعاته بأن مهمته كوزير ومهمة نائب البرلمان تتحدان في خدمة المواطنين وتخفف الأعباء عنهم، مؤكدا أن الوزارة على استعداد لبحث أي مشكلة والعمل على حلها في إطار الإمكانات المتاحة، ويتم مصارحة الجميع بما يواجهنا من تحديات وما نملك من إمكانيات. معنا على الهاتف الأستاذ هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك. إذا اجتماعات للدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع نواب من البرلمان لبحث مشكلات دوائرهم وتلبية أيضا مطالب المواطنين. تكلمنا عن أهمية هذه الاجتماعات، يعني أن يجتمع وزير مع نواب البرلمان لبحث مشاكل دوائرهم، خاصة طبعا فيما يتعلق بالإسكان وهي مشكلات كبيرة منتشرة في عدة محافظات. حقيقة احنا بعد انعقاد البرلمان مباشرة حددنا يومين في الشهر، الثلاث الثاني والثلاث قبل الاخير كل شهر بنقابل فيه السادة النواب في ميعاد محدد، وتم ارسال خطاب بذلك لرئيس مجلس النواب بحيث ان كل النواب اللي عندهم اي مطالب او شكاوى بدوائرهم بيلتقي بيهم مع الوزير، ده غير اللقاءات مع مسؤولي الوزارة المستمرة على مدى الايام المختلفة. الوزير بيبحث مع النواب دول مشاكل دوائرهم، بتاتي على راس هذه المشاكل الصرف الصحي والاسكان طبعا، واحنا عندنا ملف الاسكان طبعا كنا عارفين ان الدوله بتتبنى دلوقتي مشروع اسكان اجتماعي، فكان من ضمن المشكلات اللي تم اثارتها امبارح في الاجتماع على سبيل المثال مشكله الصرف الصحي في صعيد مصر. الوزير شرح للساده النواب
ان احنا عندنا حوالي 15% من كرة مصر فقط لا غير اللي فيهم صرف صحي، ودي اكبر المشكلات او التحديات اللي بتواجهنا في المرحلة الحالية.